بين السطور لطائف النفحات تزكي النفوس بأعبق البركات، تحيا العقول إذا أنار طريقها نور الهدى بروائع الكلمات. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، وابتقوا الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل أعمالكم وزياراتكم للإمام علي بن موسى الرضا عليه آلاف التحية والثناء، والسيدة فاطمة المعصومة عليها السلام ببركة الصلاة على محمد وآله. الإنسان روح وجسد، للجسد حاجات وللروح حاجات، بعض الأمور ترتبط بالجسد وبعض الأمور ترتبط بالروح، وقد يكون هناك تأثير وتأثر بين الجسد والروح. السعادة والشقاء عادة يرتبطان بروح الإنسان، قد يكون الإنسان سعيدا وقد يكون شقيا. بعض الأحيان الإنسان يحس بالسعادة وفي بعض الأحيان يحس بالشقاء، هذا عادة يرتبط بروح الإنسان لا بجسده. فكثيرا من الأحيان إنسان يعيش حياة مرفهة تتوفر له كافة متطلبات الجسد، البيت الواسع، المال الوفير، الزوجة المطيعة، الوظيفة الجيدة، الوجاهة الاجتماعية وما إلى ذلك، ولكن هذا الإنسان يعيش في أزمة نفسية، لا يحس براحة نفسية، ليس سعيدا. لماذا؟ لأن الأمور المادية عادة لا توجب السعادة، السعادة مو مرتبطة أصلا عادة يعني بالوسائل المادية. ولذا الآن مثلا التقريرات والتقارير التي تكتب وتقال عن الأمراض النفسية في البلدان المرفهة من الغرب مثلا ضربت الأرقام أو تعدت الأرقام القياسية، وكلما في الغرب الدولة كانت أكثر رفاهية الأمراض النفسية
أكثر. قبل فترة قرأت تقريرا أن أكثر الدول الأوروبية رفاهية هي دولة النرويج. النرويج دولة شعبها أكثر الشعوب الأوروبية رفاهية، وهذه الدولة لأن هي دولة وسيعة ومن لها مخزون نفط هائل ومن الدول التي تصدر النفط، وشعبها قليل يمكن 4 أو 5 ملايين فقط، فلذا الرفاه فيهم نسبته مرتفعة جدا. ولكن التقرير يقول أن أكثر الدول الأوروبية أمراضا نفسية وعدد الانتحار نسبة أكثر هي دولة النرويج. لماذا؟ لأن الرفاه المادي لا يوجب السعادة. وفي المقابل نجد هناك ناس قد يكونوا فقراء، الإمكانات المادية ما متوفرة عندهم، أو قد يعيشوا مشاكل سياسية أو اجتماعية أو ما إلى ذلك، لكن تجد هذا الإنسان سعيدا. لماذا؟ لأن السعادة ما كانت مرتبطة بالمادة، حتى نقول إذا بعض الأمور المادية ما كان عنده فالسعادة تفقد، كان مرتبط بالروح. ولأن شرائط ومسببات السعادة كانت متوفرة هو سعيد، حتى وهو يفتقد إلى بعض مقومات العيش. بعض الأحيان لعلكم رأيتم، أنا رأيت ناس يعيشون في فقر مدقع جدا، عائلة فقيرة جدا، ولكن تجد الحياة الزوجية بين الزوج والزوجة حياة منسجمة ويعيشان في انسجام ورفاه نفسي وراحة نفسية، لأن السعادة كانت مرتبطة بالروح. وفر شرائط هذه السعادة فسعيدة. الإسلام اهتم بجسم الإنسان واهتم بروح الإنسان، لذا نشوف بعض الأطعمة مثلا محرمة. لماذا محرمة؟ لأنها فيها الضرر على جسم الإنسان. وبعض الأعمال محرمة. لماذا؟ لأنها لها الضرر على جسم الإنسان. وكذلك ما يرتبط بالروح، أيضا الإسلام له نظام متكامل فيما يرتبط بروح الإنسان. كل ما يقرب الإنسان إلى السعادة الدنيوية والأخروية هو واجب أو مستحب، وكل ما يبعد الإنسان هو حرام أو مكروه حسب نسبة التقريب أو التبعيد. ولذا في حجة الوداع في يوم الغدير رسول الله في خطبته الغديرية ذكر: ما من شيء يقربكم إلى النار ويبعدكم عن الجنة إلا وقد نهيتكم عنه، وما من شيء يقربكم إلى الجنة ويبعدكم عن النار إلا وقد أمرتكم به. فأي سبب يوجب أن الإنسان يعيش حياة سعيدة الإسلام أمر به، أو لا أقل جعله مستحبا إذا النسبة كانت مثلا نسبة أقل. من تلك الأمور التي توجب قلق نفسي في الإنسان، توجب شقاء نفسي، توجب انهيار اجتماعي، مشاكل اجتماعية، هو سوء الظن. وهذه الآية في سورة الحجرات التي تلوتها في أول البحث تشير إلى هذا الأمر: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. الإنسان ينبغي عليه أن يكون حسن الظن بالآخرين وأن لا يسيء الظن بالآخرين، لأن الإنسان اللي من طبعه يسيء الظن بالآخرين دائما يرى الوجه المظلم من الحياة، واللي يشوف الوجه المظلم من الحياة يعيش في قلق، يعيش في شقاء نفسي، يعيش في مشاكل نفسية. كل أسباب الراحة إذا كانت متوفرة له
لا يحس بلذة أسباب الراحة، لأن نفسه في قلق، نفسه مظلمة، يرى الوجه المظلم من الحياة. وكثير من الناس هالشكل، المثل المعروف، عادة الناس ينظرون إلى النصف الفارغ من الكأس. إذا فد كأس يعني غلاس، نصفه ملأته بالماء. تسأل من أي واحد شنو تشوف، يقول نصف الكأس فارغة، ما يشوف أنه النصف الكأس الأخرى مليئة بالماء. هذه من طبع كثير من الناس، ولذا طبع الكثير أو الأكثر يميل إلى سوء الظن بالآخرين، بل حتى سوء الظن بالله سبحانه وتعالى. كثير من الناس حتى بالنسبة إلى الله سبحانه وتعالى يسوء الظن. هذا اللي يسيء الظن بالآخرين دائما يعيش في حياة قلقة، إذا أساء الظن بمن يحيط به دائما يكون في قلق منهم، دائما يفسر أعمالهم بالتفسير السيء. كثير من الأعمال قد تكون إيجابية وقد تفسر بتفسير سلبي. فد واحد كان يسيء الظن بالآخر، فدخل في مجلس، فذاك الآخر قام له احتراما، قال لا هذا قصد إهانتي، كان يريد يهيني مثلا. أو بعض الأحيان تشوفون مثلا تصير مشاكل عائلية بين أسرتين، زوج وزوجة، فأي تصرف من العائلة الأخرى أو من الشخص الآخر يشوفوا يحملوه بالمحمل السيء. الإنسان الذي يحمل أعمال الآخرين بالمحمل السيء دائما يعيش في قلق، دائما يعيش في الوجه المظلم من الحياة وليس الوجه المشرق من الحياة. مع أنه الأحاديث الشريفة بعد هذه الآية الكريمة تأمرنا بأن نحسن الظن بالآخرين. حتى أكو رواية غريبة تقول إذا واحد بلغك 50 قسامة، يعني 50 نفر أو 200 أو 2500 نفر، لأن القسامة 50 نفر هم. على كل حال إذا 50 قسامة على أقل تقدير يعني 50 نفر إجوا شهدوا عندك أن فلان قال كذا، هو إجى عندك وأنكر قال أنا لم أقل كذا، الرواية شنو تقول؟ تقول فصدقه وكذبهم، صدقه في إنكاره وكذب هؤلاء 50 نفر. طبعا المراد من التصديق والتكذيب الترتيب الأثر العملي، وليس المراد أنه تقول ذول 50 نفر يكذبون، هذا مو المقصود، لأن الإنسان قد بكلام واحد يقطع، وإذا 50 واحد جاء وقالوا له كلام قد يقطع بكلامهم. المقصود لا ترتب أثر عملي على ما نقلوه ما قالوه لك، ورتب الأثر العملي على ما يقوله. هذا كلام خارج عن موضوعنا بس إشارة إلى الإنسان لازم يحسن الظن بالآخرين. واحد من الأصدقاء نقل لي وهو كان يعيش في الدنمارك، إحدى الدول الأوروبية، يقول في يوم من الأيام كنت أسوق سيارتي، فكنت أمر بشارع وإذا بي فجأة أرى إنسان مؤمن متدين صاحب حسينية يقيم المآتم والمجالس، خرج من مكان من سينما، وهذه السينما تعرض الأفلام غير الأخلاقية، وهو يلتفت يمينا ويسارا. يقول لك عجيب عجيب، هذا إنسان نعرفه بالصلاح والتدين وعنده مجلس حسينية وكذا وحسيني وصاحب هيئة، كيف أنه يدخل في هذا المكان وبعدين عندما يخرج يلتفت يمينا ويسارا حتى واحد لا يشوفه؟ يقول طبعا أنا كنت بعيد، هو هم ما التفت إلي، فمررت من ذلك المكان وأنا أحمل نظرة سلبية وسيئة بالنسبة إلى هذا الإنسان، ولكن لم أقل شيئا لشخص. بس هو يريد يعصي الله سبحانه وتعالى، هو يريد يعصي، ولكن أنا يحرم علي أن أغتاب، الغيبة محرمة، أنا شو علي، هو بينه وبين ربه.
يقول مرت أشهر وأنا كل ما أراه تجي هذه الصورة في ذهني أن هذا الإنسان ظاهر الصلاح لكن باطنه بطريقة أخرى. يقول إلى أن يوم كنا مدعوين على مائدة طعام، واتفاقا هذا كان موجود، فدار الكلام ضمن الكلام في على المائدة أو بعد المائدة حول المواقف المحرجة الذي يقع فيها الإنسان. ضمن الكلام بعض الأحيان الإنسان يقع في مواقع محرجة، فيقول هذا الشخص، كل واحد نقل قضية، يقول هذا هم نقل قضيته، قال في يوم من الأيام كنت أمشي في شارع من شوارع المدينة العاصمة، وإذا سارق يأتي ويسرق محفظتي وركض، يقول أنا هم ركضت وراء، يركض وأنا أركض خلفه، أركض خلفه، يقول الآن دخل في مكان أنا هم دخلت خلفه، فهو عندما انحصر في ذلك المكان ألقى بالمحفظة ذبها وراح بين الناس اختفى. يقول أنا شلت المحفظة فجأة التفتت أن هذا المكان المكان الكذائي السيء، يقول قلت بسرعة خل أطلع من هذا المكان ليكون واحد يشوفني في هذا المكان ويتصور أنه أنا جاي لمشاهدة مثلا الأمور المحرمة، فخرجت من هذا المكان والتفت يمينا ويسارا شفت الحمد لله ما حد ما شافني. يقول أنا كنت شايفة بس من بعيد، وهل أشهر أسيء الظن بي وإذا يتبين أنه قضية بشكل آخر أصلا والأمر بطريقة أخرى ولا يرتبط لا من قريب ولا من بعيد بأن هذا الرجل مثلا كان يريد يرتكب معصية وكذا. وكثير من الأحيان نحن صارت لنا قضايا من الآخرين أسأنا الظن بهم ثم بعدين التفتنا أنه لا، اتفاقا موقف كان موقف، نحن يعني المجموع المقصود، موقف جيد وصحيح ولا ينافي التدين. المقصود أن الإنسان ينبغي عليه أن ينظر إلى الوجه المشرق لا الوجه المظلم. طبعا الإنسان يكون حسن الظن بالآخرين، هذا مو معنى أن يترك الأمور على عواهنها، لا مو معنى، معنى أنه أي واحد يشوف، يعني أنتوا دخلتوا في مدينة قم مثلا أو في أي مدينة أخرى تشوف الناس لا تسيء الظن بهم، قول إن شاء الله كلهم متدينين، كلهم مؤمنين، كلهم يقيموا الصلاة، يؤتوا الزكاة مثلا، لكن إذا ارتبط أمر بك احتاج إلى التوثيق، احتاج إلى أن يكون الطرف المقابل ثقة تطمئن إليه. حسن الظن لا ينافي التحقيق، تحقق عنه. إذا واحد في السوق أنت أحسن الظن به بأن هذا إنسان على كل حال مؤمن، لكن إذا تريد تجري تجارة معه يحتاج إلى أن يكون ثقة، روح حقق عنه. إذا واحد إجا خطب بنتك قبل ما يخطب بنتك كون حسن الظن به، لكن إذا إجا خطب بنتك حقق، شوف هذا الدين زين، أخلاق زينة، مو معنى أنه تلقي الأمور على عواهنها. حسن الظن ليس معناه أن يلقي الإنسان الأمور على عواهنها. الرسول صلى الله عليه وآله يقول إذا جاءكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه. حقق، شوف دينه تام، يصلي يصوم مثلا، يؤدي الحق الشرعي، بعدين أخلاقهم جيدة، زوجه. في الحديث الشريف من زوج بنته لشارب خمر فقد قطع رحمه، هذا من قطع الرحم مثلا، هذا لا ينافي حسن الظن. كن حسن الظن به ولكن حقق إذا أمر ارتبط بما يحتاج إلى توثيق وإلى أن يكون ثقة. عادة الناس لهم ثقة بأبنائهم، عنده اطمئنان بابنه، كن حسن الظن بابنك ببنتك ولكن كن مراقب عليه، مو أنه تترك الأمور على عواهنها، خاصة في هذا العصر الذي كثر أبواب الحرام والفساد، هاي القنوات الفضائية وكذا، أكو بعض الآباء
والأمهات يخرجون من الدار ومن الصبح إلى الليل مثلا الأبناء جالسون على مثلا التلفاز، شنو ده يشوف هذا؟ كن مراقبا، أحسن الظن به ولكن راقبه. طبعا مو مراقبة بعنف، لأن بعض الآباء والأمهات يردون بالعنف يؤدبون أبناءهم، وهذا الطريق تأثير عكسي، مراقبة غير مباشرة بطريقة سليمة وغلق أبواب المحرمات. واحد يقول أنا مشفر مثلا القنوات مثلا أو كذا، زين الآن في هذا العصر لعل الأبناء والأطفال أحسن من آبائهم يعرفون وسائل التكنولوجيا الحديثة، مو هالشكل؟ حتى بعض الأحيان الآباء يلتجئون إلى أبنائهم لتصليح كمبيوتر عطلان أو ريسيفر أو ما إلى ذلك. كن حسن الظن بابنك ولكن في الوقت نفسه أغلق أبواب الحرام، كن مراقبا عليه، مو تجسس، لا، مراقبة لكي لا يقع لا سمح الله في الحرام. وفي الحديث الشريف من حام حول الحما أوشك أن يقع فيه. الحما شنو؟ سابقا ما كانت أقفاص ولا حدائق حيوانات، فماذا كانوا يفعلون؟ كانوا يجيبون الحيوان المفترس ويحفرون حفيرة تسمى الزريبة إذا كان لوضع الأسد فيه أو حيوان مفترس آخر، يحفرون حفيرة بحيث أن هذا الحيوان المفترس لا يتمكن من الخروج من هذه الحفرة، ويضعون الحيوان في هذه الحفرة، وبعد ذلك الناس كانوا يأتون ويتفرجون على هذا الحيوان. ما كان هناك مثلا قفص أو حدائد أو كذا، بعض الأحيان كان بعض الناس تنزلق أرجلهم أو يصير دفع من الخلف يسقطون والحيوان المفترس يفترسهم. عندنا فد مسألة فقهية، سئل أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام عن مسألة، كان الناس يتفرجون على زريبة فسقط أحدهم، ففي حال السقوط مسك ثوب شخص آخر حتى لا يسقط، فذاك هم سقط، الثاني مسك ثوب الشخص الثالث، ذاك هم سقط، الثالث مسك ثوب الشخص الرابع، فأربعتهم سقطوا في الزريبة وافترسهم السبع. شنو الدية؟ فالإمام في قضاء أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام موجود أنه كيف تقسيم الدية على ورثة هؤلاء، لأن الأول سبب قتل الثاني، والثاني سبب قتل الثالث، والثالث سبب قتل الرابع، والأول في الوقت نفسه سبب قتل الثاني والثالث والرابع، فمسألة هي معقدة. هذا كانوا يخلون مقدار فاصل، يقولون لا واحد لا يتعدى هذا الفاصل. هذا الفاصل شنو يسموه؟ يسموه حما. الآن شايفين يقولون أنه الطرق مثلا وبعض الأماكن إلها حما، واحد ما يقدر يبني فيها أو يتعدى على هذا الحما. الحديث الشريف يقول من حام حول الحما أوشك أن يقع فيه. احتط لدينك، أخوك دينك، هذا الإنسان اللي أطراف أكو وسائل المحرمات متوفرة حتى إذا متدين، ولكن في لحظة قد الشيطان يغريه. أكو في الآية إذا مسهم طائف من الشيطان، في بعض التفاسير موجود أن الشياطين كل إنسان معه شياطين، وفي الوقت نفسه أكو شياطين جوقات جوقات مجموعات مجموعات يفترون في العالم هكذا، فإذا شاف زيد من الناس واقف هؤلاء الشياطين يهجمون عليه، هذا طائف من الشيطان يطوف يعني، غير الشياطين اللي موكلة على كل إنسان. ففي هذه الحالة شياطين داخلية موجودة وجوقة شياطين هجموا عليه، فهذه من أوقات ضعف الإنسان وضعف إرادته. إذا مسهم طائف من الشيطان إلى آخر الآية يستغفرون كذا كذا حتى يبعدون عن أنفسهم الشياطين. من حام حول الحما أوشك أن يقع فيه. لذا على الآباء أن يراقبوا، ولكن مراقبة باللطف لا بخرق، لأن العنف دائما تأثيره عكسي. أنت إذا أخذت كرة وضربتها على الأرض، كلما كان ضربك شدته أكثر ارتفاعها أكثر، يعني عكس العمل يكون أكثر. برفق
لا بخرق أحسن الظن بهم، نحسن الظن بهم، ولكن نراقبهم ونغلق أبواب المحرمات عليهم. ليش الرسول صلى الله عليه وآله يقول من تزوج فقد أحرز نصف دينه فليتق الله في النصف الآخر، وفي حديث آخر من تزوج فقد أحرز ثلثي دينه فليتق الله في الثلث الآخر، لأن هذه ثغرة من أقوى الثغرات التي يدخل منها الشيطان. فإذا واحد أغلق هذه الثغرة بالزواج خلاص الشيطان ما يقدر يسوي شيء، أو يضعف كيده وكيده ضعيف يصير أضعف. الآية الشريفة تقول يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، لأن بعض الظن ولو هو سيء مو إثم إذا الإنسان ما أظهره، ولكن بعض الظن إثم. سوء الظن بالله سبحانه وتعالى إثم، بعض الأحيان سوء الظن بالرسول، سوء الظن بأحكام الشرع، سوء الظن بالمؤمنين بعض الأحيان يقود الإنسان إلى المحرمات. ومن المحرمات التجسس، اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا، لأن الإنسان لما يسيء الظن يبدأ بالتجسس، يريد يتأكد من هاي المعلومة اللي صارت في ذهنه، يتجسس على الآخرين، والتجسس من أشد المحرمات. بعدين لما يكتشف بعض الأمور الآية تقول ولا يغتب بعضكم بعضا، الغيبة الفرق فرقها عن التهمة في هذا المجال، التهمة كذب، أما الغيبة صدق، يعني عيب مستور، واحد يكشف هذا العيب المستور، عيب موجود ومستور لكن الإنسان يكشفه، إذا ما موجود هذا يصير تهمة وهو أشد من الغيبة. فعلينا أن نحسن الظن بالآخرين، طبعا مثل ما ذكرنا حسن الظن بالآخرين لا ينافي إغلاق أبواب الحرام على أبنائنا، على مجتمعاتنا، لا ينافي المراقبة على من هم في عهدتنا، مراقبة برفق. الآية الشريفة تقول قوا أنفسكم وأهليكم نارا. إذا الإنسان كان بهذه الحالة حسن الظن بالآخرين مع أنه يعمل بما تقتضيه الوظيفة الدينية يعيش حياة سعيدة. بين السطور لطائف النفحات تزكي النفوس بأعبق البركات، تحيا العقول إذا أنار طريقها نور.